مائدة إفطار جماعية نظمتها الإقامة الجامعية عين الباي بقسنطينة على شرف المقيمات الأجانب تزامناً وشهر رمضان الفضيل. عديد من الطلبة الأجانب من جنسيات أردنية وفلسطينية وكذا الطلبة الأفارق والطلبة الأفارقة وكذا الجالية التونسية المتواجدة في مختلف الإقامات الجامعية. مديرية الخدمات الجامعية دائما في تأطير وبرمجة العديد من الإفطارات الجماعية وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل الذي يتزامن مع عودة الطلبة إلى المدارس البيداغوجية. خلق أجواء عائلية على مائدة الإفطار الجماعية كان فرصة لتعريف الأجانب بمختلف الأطباق الجزائرية التي تتميز بها المائدة الرمضانية. صحيح إحنا مغتربين بس هنا إحنا ما بنحس بالغربة أبداً. صحيح إنه في شوق للأهل وفي شوق للأقارب الأصدقاء بس هنا إحنا رغم إن إحنا في غربة إلا إنه خواتنا الجزائريات هنا كتير كتير إحنا أخوة. كانت مبادرة مليحة إنه داروا إفطار جماعي اللي خلانا نعيش جو العائلة، وهي صح الجامعة هي العائلة الثانية تاعنا على الرغم من الاختلاف تاع الثقافات ووجود طالبات أجنبيات من فلسطين، الأردن، من تونس، بلدان مختلفة، إلا أنه لمتنا طاولة واحدة وتعرفوا فيها على ثقافاتنا وأطباقنا. التضامن الذي يشتهر به الشعب الجزائري والذي يتعزز خلال شهر رمضان تجسد من خلال مائدة الإفطار الجماعية هذه التي رسمت أجواء العائلة.